وبعد عباد الله، فمع قصة عظيمة وهي قصة عجيبة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه ليقتدي بها المؤمنون ويمشي بها الناس ويستفيد منها العقلاء، وقد جاءت مفصلة في كتب السنة قصة توبة كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا منجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعن عبد الله بن كعب بن مالك قال: وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك يحدث عن تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: والله ما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش، فجمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. قال: والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما اجتمعت عندي قط راحلتان حتى جمعتهما في تلك الغزوة، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها إلا حتى كانت تلك الغزوة، فجل النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم وأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان، فقل رجل يريد أن يتغيب إلا أظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي الله. وغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طابت الثمار والظلال، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز والمسلمون. قال كعب: وغدوت لكي أتجهز فرجعت ولم أقضِ شيئا، وأنا أقول في نفسي أنا أقدر على ذلك إذا أردت، فلم يزل يتمادى بي حتى أصبح بالناس الجد. وطفق رسول الله وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون، وأغدو وأرجع ولم أقضِ شيئا حتى جد الناس بالغزو وتفارط الغزو. قال: ثم هممت أن أخرج حتى أدركهم وليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك. قال: وكنت إذا خرجت بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا منافقا مغموصا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه فرداه ونظره في عطفه أي الدنيا. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. قال: فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع أو قادم من غزوة تبوك، قال: بث ذلك في نفسي، حضرني بثي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا. قال: واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي،
فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، وعلمت أني لن أخرج منه بشيء من ذلك، فأجمعت صدقه. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس، فجاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعاً وثمانين رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. قال: حتى جئت فسلمت عليه فتبسم لي تبسم المغضب، ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال: ما خلفك؟ فقلت: يا رسول الله، والله لو جلست إلى غيرك من أهل الدنيا لعلمت أني سأخرج منه بعذر، ولقد أوتيت جدلا، ولكني والله لئن حدثتك بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك بحديث صدق تجد فيه علي ليوشكن الله لإني لأرجو ما عند الله. قال: والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال: فتبعني رجال من بني سلمة فقالوا: والله ما علمناك أذنبت ذنبا غير هذا، وما كان عليك أن تعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما اعتذر المخلفون، ولقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فما زال يؤنبونني حتى هممت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. فقلت لهم: هل لقي معي أحد مثل الذي لقيت؟ قالوا: نعم، رجلان قالا مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا رجلان من أهل بدر لي فيهما أسوة. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة. قال: فأما صاحبايا فاستكانا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أصلي مع المسلمين وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسي بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ قال: ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر. قال: فإذا أقبلت على الصلاة نظر إلي، وإذا التفت إليه أعرض عني. قال: فلما اشتد ذلك علي من مقاطعتي ومهاجرة الناس له، قال: ذهبت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. قال: ثم قلت له: أنشدك بالله، أتعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فسكت. قال: فعدت له فناشدته فسكت. قال: ثم عدت له فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ففاضت عيناي ثم وليت وتسورت الحائط. قال: فبينما أنا أمشي، وهذا حال عظيم من المحنة ومن البلاء ومن الضيق، قال: ثم بينما أنا في سوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون إلي، فلما جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، قال: وكنت كاتبا، فلما قرأته إذا فيه: أما بعد
فإنا قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسي. يدعونه إلى الكفر، قال: فعلمت أن ذلك من البلاء أيضا، فتيممت به التنور الذي يطهى عليه الطعام، قال: فسجرتها. ثم جاءنا رسول الله بعد 40 ليلة يأمرني باعتزال زوجتي، فقلت: لو أطلقها أم ماذا؟ قال: لا، ولكن لا تقربنها وكذلك صاحبا. حتى قال: فلما كنت صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من أبياتنا، وأنا على الحال التي ذكر الله، قد ضاقت علي الأرض بما رحبت، وضاقت علي نفسي بعد صلاة الفجر، قال: فسمعت صائحا يقول بأعلى صوته: أبشر يا كعب بن مالك، أبشر يا كعب بن مالك. قال: فخررت ساجدا وعلمت أنه قد جاء الفرج من الله. قال: وجاءني رجل يبشرني، لأن البشارة من عمل الخير، وهو يركب فرسا. قال: فلما أتاني الذي سمعت صوته خلعت ما كان علي من بردين، ما كان علي غيرهما، ثم استعرت بردين آخرين، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل الناس يتلقونني فيقولون: أبشر ولتهنك توبة الله عليك. قال: فلما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه، قام إلي طلحة بن عبيد الله، والله ما قام إلي رجل غيره من المهاجرين، ولست أنساها لطلحة، فقال: لتهنك توبة الله عليك. ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استنار وجهه كأنه قطعة قمر، وكان إذا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم استنار وجهه، فقال: أبشر يا كعب، يا كعب بخير يوم مر عليك منذ أن ولدتك أمك. قلت: يا رسول الله، أمنك من أم من الله؟ قال: بل من الله. قال: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أخرج من مالي صدقة لله، ثم ألا أحدث إلا بحديث صدق حتى ألقى الله سبحانه وتعالى. فنزل فيه هذه الآيات العظيمة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم، إن الله هو التواب الرحيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا الحديث عباد الله فيه فوائد جمة وفوائد عظيمة، وهو من القصص التي يربي بها المؤمن نفسه ويربي بها أولاده، لما فيها من العبر ومن الفوائد. من أعظم فوائد هذه القصة فضيلة التوبة، وأنها من أعلى المقامات التي يسير فيها السائر إلى الله تبارك وتعالى. فإن الإنسان يحتاج إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى في كل أحايينه حتى يلقى الله تبارك وتعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تخرج الشمس من مغربها. فما أجلها من منزلة، وما أعظمها من مكانة،
أن يتوب الإنسان إلى ربه، وأن يخلع وأن يترك معصية الله تبارك وتعالى، وأن يتوب ويرجع إلى ربه جل وعلا، فإن هذا من أعظم فوائد القصة، ولذا أوردها العلماء في باب التوبة كما فعل النووي رحمه الله في رياض الصالحين. من فوائد هذه القصة فضيلة الصدق، الصدق مع الله والصدق مع خلق الله، فقد صدق هذا الصحابي رضي الله عنه مع ربه ولم يكذب حينما كذب غيره من المنافقين، بل صدق الله وقال بالحق ويرجو بذلك رضا الله تبارك وتعالى. واعلم أن الله إذا صدقت معه وإذا كنت تريد وجهه فإن الله سبحانه وتعالى سيفرج عنك، ولو وقف جميع الخلق ضدك فإن الله تبارك وتعالى يرفعك، وإن الله جل وعلا وإن الله تبارك وتعالى يبرئ ساحتك، ولكن اصدق مع الله. وهذه القيمة العظيمة نحن نحتاجها اليوم في معاملاتنا، ونحتاجها في مجتمعاتنا حتى يرفعنا الله تبارك وتعالى، بل حتى الناس إذا أرادوا أن يترفعوا وأن يرتفعوا في هذه الدنيا فعليهم بالصدق. التاجر لا يكذب حتى يبيع سلعته ويكسب الكسب الرخيص، الطالب لا يكذب ولا يغش ويصدق حتى لا ينال شهادة زور يفضحه الله تبارك وتعالى بها إذا دخل إلى الحياة العملية. وهكذا جميع من في المجتمع عليهم بالصدق، فإن الله سبحانه وتعالى سيقضي حوائجهم، وإن الله تبارك وتعالى سيرفعهم، وإن الله سيرزقهم. فعلينا بالصدق في الحديث، والصدق في الفعل، والصدق مع الله، والصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق الاتباع. وهذا يدل على عزة النفس وعلى شرفها، وعلى أنها عالية وغالية عند صاحبها. أما الذي عود لسانه على الكذب وأفعاله على الكذب ومعاملاته على الكذب فهذا يدل على خسة نفسه، وهذا الخلق بريء منه المؤمنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كم بالكذب هتكت من عروض وضيعت من حقوق، ووقع الناس في أعراض البراء بسبب هذا الكذب الفاضح الرخيص الذي حرمه الله تبارك وتعالى وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث يدل على شدة استجابة الصحابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى المسلمين عن كلام الثلاثة المخلفين الذين صدقوا الله وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم ما كلمه أحد حتى ابن عمه، وقد ذهب إليه في بستانه لا يسمعه ولا يراه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ما رد عليه السلام وما قال له إلا كلمة: الله ورسوله أعلم. كل ذلك استجابة لأمر الله. من فوائد هذه القصة والتي تدل على مكانة هذا الصحابي ألا يغر الإنسان الدنيا. بعض الناس يبيع دينه، يبيع إيمانه من أجل عرض من الدنيا قليل. وقد أرسل ملك غسان إلى هذا الصحابي يغريه بالدنيا ويزعم أنه يواسيه، وإنما يريد له الهلاك والخسران في الدنيا والآخرة. الحق بنا نواسك. فتيمم بها التنور فسجرها. وهذا أيضا فيه من الفوائد أن الإنسان يتخلص
من الأسباب التي تذكره بالمعصية، سواء كان هذا السبب شخصا من الأشخاص أو كان هذا شيئا من الأشياء، إذا كانت الخلوة وحدها تدعوك إلى المعصية فاترك الخلوة. إذا كان صحبة قوم من الناس يدعونك بها إلى المعصية فاترك صحبتهم. إذا كان عملا معينا فيه من معصية الله ما فيه فاترك هذا العمل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاخلع عنك واترك عنك الأسباب التي تدعوك إلى معصية الله، وكثير منها ميسر الآن، تبعد عنها وترجو رضا الله تبارك وتعالى. تبعد من صحبة النساء ومن الدخول في المواقع إلى ما لا يحل وما لا يرضي الله تبارك وتعالى، تغلق ذلك وتتقي الله سبحانه وتعالى، وتعلم أن الله مراقبك جل وعلا، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وكذلك من فوائد هذه القصة أنه لا يجوز للإنسان أن يأوي إليه أو أن يستمع بأذنه إلى من ينشر الباطل بين الناس، وأنه يجب هجرانه، وأنه لا يسلم عليه. والدليل على ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الإنسان كالطاعون يفسد أديان الناس ويفسد عقائدهم ويفسد عباداتهم. فالواجب على الناس أن لا يستمعوا إليه وأن لا يجالسوه وأن لا يصغوا إليه بسمعهم. قال الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. كثير من الشبهات والباطل التي تفسد في الأمة وفي شبابها وفي عقيدتها وفي دينها جاءتنا بهذه الوسائل المفتوحة، رجال ومستشرقين يبثون سمومهم بين المسلمين. العلاج معهم ألا يستمع إليهم، وألا يقول الإنسان أنا أميز بين الحق والباطل. لا تستمع إليهم، وانظر إلى فعل أمير المؤمنين الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لما سمع رجلا يتكلم في كتاب الله بغير هدى وبغير علم واسمه صديق بن عسل، وجعل يفتري على الله ويحرف كلام الله، فسأل الله عمر رضي الله عنه أن يجمع به بهذا الرجل، وقد أعد له عراجين النخل، فمن الناس من ينفعه الوعظ، ومن الناس من ينفعه الكلام الطيب، ومن الناس من تنفعه المجادلة الحسنة، ومن الناس ما لا ينفعه إلا سيف السلطان. قال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صديق. قال له عمر: وأنا عبد الله عمر، ما تقول في آية كذا؟ قال: فأقول كذا وكذا على غير هدى وعلى علم. قال: فضربه عمر حتى أدمى رأسه، فقال: يا أمير المؤمنين، إن الذي كان في رأسي قد ذهب، فإن أردت قتلي فاقتلني. فنفاه عمر وكتب إلى واليه ألا يجالسه أحد من الناس. قال: فكان أهل المجلس إذا كانوا 100 وهو جالس بينهم قاموا فتركوا له المجلس وقالوا: عزمة أمير المؤمنين. ولذلك هذا من الفوائد العظيمة، وكما يقول أهل الطب: الحمية أو الوقاية خير من العلاج. لا تصاحب أجربا فلا يصح الأجرب، وإنما يجرب الصحيح. ولذلك يبتعد الإنسان عن الفتن ويقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، ويسأل الله الثبات على دينه حتى يلقاه. كذلك من الفوائد في هذا الحديث الاستحباب بشارة المؤمن بالخير وبما يسره، فإذا علمت أن هناك أمرا يسر هذا المؤمن
فإن من السنة ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبشره بهذا الخير وغير ذلك من الفوائد. والمقام يطول، ولكن إن يسر الله سبحانه وتعالى في خطب أخرى نقف مع غير هذه الفوائد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى التوبة وأن يتقبلها منا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا، إنه جواد كريم. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.